أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامج الحياة حلوة. بنعتذر عن التأخير النهاردة لظروف خارجة عن إرادتنا، وأنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهاردة في اللقاء الأسبوعي اللي بتجدد معاكم دايما على شاشة الصحة والجمال. سعيد جدا أن أنا معاكم النهاردة على الهوا، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو الألم والأمل. الألم والأمل، موضوع الحلقة الطبيعي جدا كان بيبقى اسمه السمنة والاكتئاب، ولكن أنا اخترت النهاردة إن احنا نتكلم عن الألم والأمل، لأن ناس كتيرة جدا بتجيلنا بتتألم، عندها قدر كبير جدا من الألم، وده نوع غريب شوية من الألم، بنسميه الألم النفسي. هو عنده مشكلة، والمشكلة انه شايف الصورة الداخلية بتاعت نفسه وحشة جدا، هو قدام نفسه وحش جدا وسيء جدا، ومش راضي عن نفسه، او هي مش راضية عن نفسها تماما، وبالتالي بتصاب بالاكتئاب. فبدل ما بنواجه المشكلة اللي عندنا، لا، احنا ممكن نروح لطريق تاني اللي هو طريق الطب النفسي، ونبدأ ندخل في سكة الاكتئاب، وبعدين فورا نبدأ ناخد أدوية مضادة للاكتئاب، نمشي على الدواء ده لمدة شهر شهرين، ما جابش نتيجة الدواء ده، خلاص خد الدواء ده كمان مع الدواء ده، يبقى احنا جربنا 2 دواء مضاد للاكتئاب، وبعد شوية بقوا 3 أدوية، وبعد 4 5 سنين بقوا 5 أدوية مضادة للاكتئاب. النهاردة أنا بتكلم عن جزئية خاصة بشغلي فقط، مش بتكلم عن الاكتئاب والطب النفسي، أنا بتكلم عن الاكتئاب الناتج عن السمنة المفرطة. وكلامي موجه للناس اللي اوزانهم ما فوق ال 130 و140 و150 كيلو جرام اللي بنشوفهم كل يوم. حضرتك او حضرتك بدل ما تدفني راسك في الرمله، لا، لازم تواجه المشكله اللي عندك، ولازم تبداي تشوفي ايه السبب ونبدا نعالجه فورا. عندنا قصص نجاح كتيره جدا، وكل حلقه انا ببقى قاصد اعرض لكم قصص نجاح وامثله نجاح كتيره جدا لناس قدرت تهزم وتكافح وتجاهد نفسها. اللي خس 50 كيلو، واللي خس 70 كيلو، واللي خس 100 كيلو جرام، مش مهم في وقت قد ايه، ولكن المهم ان هو قدر في الاخر ينتصر، او قدرت في الاخر تنتصر على ضعف النفس. ودايما زي ما احنا عارفين انه اصعب جهاد هو جهاد النفس. وعلشان كده النهاردة انا بقول لكل الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي، اللي عندها اكتئاب، واللي عندها يأس، واللي شايفة ان الدنيا بايظة خالص، لازم نركز، لسه في امل. ودايما بقول لكم انه الالم بيجي بعديه الامل، ودايما المحنة بعدها منحة. تعالوا مع بعض نشوف بعض من قصص نجاحنا وابطالنا اللي قدروا يقهروا السمنة المفرطة. يعني هتلاقوا ناس خسوا 70 كيلو، وناس خسوا 80 كيلو، ونرجع نكمل. خلينا نشوف ونرجع نكمل. اهلا بيكم مرة أخرى بعد الفاصل. قصص نجاح كتيرة جدا، وقصص فشل أكتر. يعني ناس كتيرة جدا ممكن
تبقى شايفة في نفسها ان هي مستعجلة جدا، وانا هروح وهبدأ واتابع واتسرع واستعجل فتفشل. فعندنا قصص نجاح كتير وعندنا قصص فشل اكتر على فكرة، عشان الناس بس تبقى عارفة انه النجاح بيبدأ منكم، النجاح بيبدأ من البني ادم نفسه. هو قرر ينجح وقرر يمشي باسلوب علمي وقرر يعمل خطة علاجية فنجح. خلونا نرجع لموضوعنا الاكتئاب والسمنة. طيب أول ما المريض يوصل لدرجة السمنة المفرطة، وزنه عدى 140 150 160 كيلو جرام، أوتوماتيك يروح يحلل فيتامين د. ده أول خطوة يعملها، يحلل فيتامين د ويحلل هرمونات الغدة الدرقية، مش يجري على دكتور أمراض النفسية ياخد دواء للاكتئاب. دي أول خطوة. الخطوة دي هتمنع التدهور اللي هو فيه، مش هتعالجه لكن هتمنع التدهور، وهيبدأ يعرف انه عنده نقص حد فيتامين د، نقص حد فيتامين ب، عنده ممكن يكون في خلل في هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي نبدأ نشخص المشكلة مظبوط ونبدأ ناخد خطوات علاجية سليمة. مش الدواء المضاد للاكتئاب هو اللي هيحل المشكلة، لا، ده هيسبب زيادة وتفاقم للمشكلة، عليها مشاكل أكبر وأقوى من كده بمراحل كتيرة جدا. طيب أنا بكلمكم النهاردة في موضوع الأمل والألم، أو الألم والأمل. ليه؟ لأنه دايما لازم نعرف أنه أي ابتلاء إحنا بنمر بيه من عند ربنا سبحانه وتعالى، إحنا بنمر بيه علشان نرتقي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يخلينا أقوى بعد كده، يخلينا أنجح بعد كده، يخلينا أسعد بعد كده. فأي ابتلاء إحنا بنمر بيه في حياتنا، سواء كان السمنة المفرطة أو أي ابتلاء آخر، لازم يبقى عندنا إيمان شديد بربنا سبحانه وتعالى إن إحنا هنبقى أفضل وأحسن، وإن دايما المحنة بعديها على طول منحة. طيب ازاي بقى المريض اللي عنده اكتئاب شديد جدا يبدأ ياخد خطوات صح؟ قلنا طرق التحاليل. الاعراض النفسية اللي بتظهر على المريض ده اعراض الاضطراب، دايما قلقان ودايما متوتر ودايما متضايق، وبالتالي بيطلع همه في الاكل. انا غضبان اروح اكل، انا متضايق اروح اطلع همي في الاكل، عندي فراغ. الصورة الداخلية بتاعته قدام نفسه زفت، هو شايف نفسه وحش جدا، شايف نفسه سيء جدا، وشايف نفسه ولا حاجة. ناس كتيرة جدا من اللي بتشوفنا دلوقتي اكيد بتقول انت بتقول الكلام ده ازاي، ده احنا فعلا بيحصل الكلام ده عندنا. هو فعلا بيحصل الكلام ده عندنا، وبالتالي اول خطوة في العلاج تحسين الصورة الداخلية للنفس. ازاي احسن الصورة الداخلية لنفسي؟ انا بني ادم، انا كويس، انا عندي مشكلة، انا ما عنديش مشكلة كبرى، ما عنديش مرض ملوش علاج، ما عنديش اورام ولا سرطان. حتى مرضى الاورام والسرطان بيتعالجوا دلوقتي وبيخفوا، وربنا بيكتب عليهم الشفاء الحمد لله رب العالمين. فاول خطوه مهمه جدا هي تحسين الصوره الداخليه للنفس، انا هبقى كويس جدا، انا قوي. الخطوه الثانيه ابدا اصلح كل اسبوع خطا من الاخطاء الرئيسيه. اتكلمنا قبل كده انه في خطوات سته هكلمكم عليهم بعد ما نستقبل اول اتصال تليفوني مع الاستاذ احمد سرحان، احد قصص النجاح لدى مراكز حياة كلينك. اهلا بك يا استاذ احمد. الو، مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، انا سعيد جدا حضرتك معانا على الهواء النهارده. انا اللي اسعد يا فندم، انا اللي اسعد بحضرتك. اخبار حضرتك، انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا استاذ احمد. معلش احنا سهرناك النهارده شويه، كان عندنا مشكله على ما طلعنا هوا. لا يا فندم، تحت امر حضرتك، تحت امر ليك. عايزين نسمع من حضرتك يا استاذ احمد قصه نجاحك. ابدا، انا واحد من الناس اللي كنت اعاني من سمنه، كان وزني فوق ال 140 كيلو، وكان عندي مرض السكر، عمل لي مشكله كبيره في الشبكيه. المهم خدت القرار بعد منها ان انا لا، لازم ابدا اغير حياتي، ولازم ابدا اغير ان انتبه للمشكله دي يعني، وابدا طريق لعلاجها. فاول حاجه كالعاده، اول حاجه بصيت لها ان انا اروح اعمل اي اجراء من الاجراءات الجديده، بس كنت خايف ان انا اعمل اجراء عمليه. فروحت خدت اسهل حاجه، وهو اجراء ان انا اعمل بالون معده. مهم والله يا استاذ احمد، انا لسه وانا داخل البرنامج دلوقتي معايا مونتير جميل قوي، سيد بره، سيد خميس، مونتير جميل قوي، وكان مريض عندي، كان بيتابع معانا من 4 5 سنين كده، ومقابلني لسه عند العربيه بيقول لي يا دكتور انا زهقت وعايز اعمل عمليه. فحضرتك تقول ايه لسيد؟ لا، اقول له حاجه واحده، اقول له انا عملت كده زيك،
ورحت عملت بالون معده، وبعد 3 اسابيع من بالون المعده لقيت وزني ثابت مش راضي ينزل، وكنت وصلت لدرجه احباط. انا فاكر كويس قوي لما جيت لحضرتك يا دكتور اول مره، حضرتك كنت محبط جدا، وكنت خلاص شايف ان مفيش امل ان انا اخس تاني. بدات مع حضرتك اول اسبوع، انا فاكر كويس قوي انا كل اللي خسيته كان 400 جرام، فجيت وانا برضه مكتئب لحضرتك بشده، لقيت حضرتك بتقول لي الف مبروك على الرقم الجديد. ففوجئت برد فعل منك غريب جدا، وبناء على كده بدات اتشجع. لقيت حضرتك بتقول لي لا النهارده كاحتفال ليك انت تاكل كل حاجه. قلت لك ازاي يا دكتور ده انا خس 400 جرام؟ قلت لي لا احنا كسرنا الرقم اللي احنا كنا واقفين عليه. مظبوط. ومن ساعتها فضلت مصمم فعلا كل اسبوع انا بشوف حضرتك، كل اسبوع انا باخد امل من حضرتك ان لا ان انا اقدر اوصل للي انا عايزه. قدرت ان انا اوصل دلوقتي ل 97 كيلو، خسيت اكتر من 40 كيلو مع حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. فوجئت ان لا انا البالون موجود، البالون مش موجود، اجراء موجود، اجراء مش موجود. انا دلوقتي انا فاكر كويس قوي حضرتك، ما احنا من اسبوعين كان في ديبيت ومناقشه ما بيني وبين حضرتك ان انا بقول لحضرتك لا انا عايز اكمل، وبقيت بخاف ان انا اكل. حضرتك اللي بقيت بتشجعني دلوقتي تقول لي لا انت لازم تاكل عادي. انا فاكر كويس قوي. تمام مظبوط. حصل فلا طبعا يعني انا انصحه بشده، انصح لاي حد بيسمعني او بيشوفني يعني يا جماعه لا ما تاخدش الطريق السهل، لان صدقني الطريق السهل مش كتير بيبقى ناجح. لا بالعكس تماما. طب والمريض يا استاذ احمد اللي يقول لك طب انا هروح اعمل تكميم معده او هروح اركب بالونه او هروح اعمل تحويل مسار وهخس وانا قاعد في البيت، تقول له ايه؟ انا اقول له واقول له بشده فكر او مره واثنين وثلاثه، لان انا واعرف ناس كتير من صحابي راحوا عملوا سليب وعملوا بالونه وعملوا حاجات. انا واحد من الناس عمل اجراء ده وعملت بالونه، لا انا كان هو الحل الصحي ولا انا كنت قاعد في البيت عندي. لا انا فوجئت ان انا مطالب بنظام اسوأ بكتير جدا من اي نظام ريجيم علشان البالونه. ده مع البالونه. مع البالونه. وفوجئت ان البالونه بيطالب ليا ان لا انت لازم تمشي على نظام دايت قاسي. وفي نفس الوقت فوجئت ان البالونه لا بتشبعني ولا اي حاجه، بالعكس انا كنت انا باكل عادي جدا. صحابي كتير جدا راحوا عملوا عمليات تكميم معده وكانت النتيجه ان هم خسوا ورجعوا في اقل من 3 4 شهور بعد ما وقفوا ان هم رجعوا تاني لنفس الوزن اللي قبل كده. فهو مش حل صحي، العمليات الجراحيه وبالون المعده عمره ما كان حل صحي وعمره ما كان بقى الخط الطبيعي للبشر يعني. طب وبعد الرحله دي يا استاذ احمد حضرتك شايف يعني اتعلمت ايه من الرحله اللي احنا قضيناها مع بعض بقى لنا 5 6 شهور تقريبا او 5 شهور تقريبا على ما اتذكر؟ مظبوط بالظبط. انا طلعت ب3 دروس من الموضوع. اولا هو الموضوع عمره ما كان حرمان اكل. ايوه انا فوجئت بالموضوع ده، انا كنت فاكر ان انا لما احرم نفسي من الاكل هو ده الطريق الوحيد للخسسان. لا انا في اسابيع كتير جدا قضيتها مع حضرتك كنت باكل مقليات وكنت باكل فراخ بانيه وكنت باكل مكرونه. انا لسه من اسبوعين واكل مكرونه مع النظام الدايت بتاع حضرتك. بس حضرتك كنت خايف تاكل مكرونه على فكره، خد بالك. بالظبط. بالظبط. تمام. فلا يا جماعه الموضوع 3 حاجات اتعلمتهم. الحاجه الاولانيه هو عادات سيئه احنا بنكتسبها في حياتنا، من النوم غلط، من الاكل في مواعيد غلط، من الاكل انواع غلط في مواعيد غلط. تمام. مش معنى انك انت بتحب صنف معين من الاكل ان هو انت ممنوع تماما ان انت تاكله، لا انت المفروض تاكله امتى وتاكله في انهي وقت وتاكله ازاي، حياتك تبتديها امتى، كل الكلام ده اتعلمته. اتعلمت كمان جملة اللي حضرتك قلتها لي، افطر فطار الملوك وتعشى عشا الفقراء. مظبوط. الجملة دي لما اتعلمتها لقيتها فعلا انا حياتي، انا كنت الاول دايما بشتكي من مشاكل في معدتي، دايما عندي عسر هضم، دايما عندي حموضة مبالغ فيها، دايما عندي كل حاجة. فوجئت ان انا من ساعة ما بدأت الموضوع ده انا ما عنديش مشاكل خالص في المعدة، ما عنديش مشاكل صحيا. أولادي بدأت إن أنا أعرف ألعب معاهم، أنا ما كنتش بعرف ألعب معاهم قبل كده. الحمد بدأت لله. إن أنا
بدات ان انا اروح للجيم وعايز اروح للجيم وعايز العب رياضه، ما كانش عندي القابليه ان انا انزل السلم حتى بتاع البيت عندي. فالموضوع لا مختلف تماما. وكمان الاكل، انت بتاكل اكل متنوع، بتاكل اكل انت بتحبه، مش بتاكل الاكل اللي انت ما بتحبوش، بس كل حاجه بيبقى فيها اعتدال، بيبقى فيها فكر، بيبقى فيها ان انت تاكله امتى، تشرب امتى، وجباتك تحافظ عليها ازاي، مش تاكل وجبه واحده بالليل تحط فيها كل حاجه. العادات السيئه اللي احنا ان احنا اكتسبناها هي دي الوحيده اللي بتتعدل. واكتشفت دلوقتي ان انا مش قادر اغير حتى، يعني مش قادر ارجع للعادات القديمه. انا مظبوط. اكتسبت حاجات عادات ما بقتش خلاص، يعني حتى في اليوم الفري بتاعي ما بقتش بقدر ان انا اكل 3 وجبات فري، لا انا باكل وجبه واحده فري، باكل كل اللي نفسي فيه، ما بقتش حتى الكميات بقدر اكلها، مع ان يعني انا شايل بالون من شهور، وفوجئت ان لا انا عادي، انا طبيعي، انا باكل كل اللي نفسي فيه، ما فيش اي حاجه منعاني. بس كل ما هناك ان انا بقى بحكمه اكتر، وبقيت بنظم وقتي وبنظم مواعيد اللي انا باكل فيها. بس لكن حضرتك مش ممكن تفكر ابدا انك تبص للصوره القديمه اللي معانا دلوقتي اللي حضرتك بعتها لنا النهارده، مش ممكن تفكر ابدا ان حضرتك ترجع تاني؟ ما اقدرش لسببين. اولا انا بقى عندي رعب وتمسك بكل حاجه خاصه بوزني الحالي. بقى عندي تمسك دايما دلوقتي ان انا خايف على اللي انا حققته ده مظبوط انه يروح مني. جميل. النقطه الثانيه، ما قدرتش ان مكتسباتي في حياتي، حتى حياتي العمليه وحياتي الصحيه وحياتي العائليه، مكتسباتي دي ان هي تضيع لمجرد ان انا في الاول وفي الاخر هو الاكل كله عباره عن 5 أو 10 دقائق اللي بتتلذذ فيهم. مظبوط. بطعم الاكل في بقك. طب بقيت يومك، بقيت ساعاتك بتعمل فيها ايه؟ زيرو. ده حقيقي. مش هقدر ارجع للكلام ده، مش هقدر ارجع للنهجان. انا كنت بطلع السلم انهج، وانا نايم كنت بنهج، وانا نايم مش عارف انام كويس، حتى مواعيد نومي كانت صعبه، كنت انام كل ساعتين اقوم. فلا طبعا يعني استحاله حاجه على كده. انا بقيت خايف تماما ان انا حتى انا بقى عندي كوابيس وانا نايم ان انا رجعت لكده، رجعت في الاكل لكده. انا كنت لسه هسألك بقى، بيجي لك كوابيس بقى انك هترجع تاني ولا لا؟ ده كان السؤال اللي جاي. ايوه والله العظيم. انا من يومين حلمت حلم كابوس، قمت مفزوع منه ان انا كنت باكل سندوتش شاورما يعني. انا سعيد جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده على الهوا وحكيت قصه نجاحك، وانا يعني ان شاء الله ده عايز حضرتك تبقى معانا في حلقه على الهوا يا استاذ احمد. والله حضرتك من النماذج المشرفه والنماذج. لا شرف ليا. لا شرف لينا والله يا فندم. وانا يعني سعيد جدا ان حضرتك كنت ملتزم معانا طوال فتره العلاج اللي فاتت، ولسه مكملين ان شاء الله لحد ما نوصل للوزن المثالي ان شاء الله. قول لنا بقى بتحلم بوزن كام؟ والله يعني انا لسه كنت بتكلم مع حضرتك، انا حتى يعني دلوقتي ممكن اوقف على كده، لكن انا عايز انزل لتحت، انا عايز اوصل ل 90 كيلو وابقى الايديال اللي هو البي ام اي بتاعي مظبوط والوزن المظبوط ان شاء الله. عايز احافظ على المكتسب ده، وعمري ما هفكر ان انا ازيد عنه كيلو يعني. ان شاء الله يا استاذ احمد. وانا كنت سعيد جدا حضرتك كنت معانا النهارده على الهوا، وتمنياتي الطيبة لحضرتك بالوصول للوزن والشكل اللي ترضاه، وألف شكر لوجود حضرتك معانا على الهواء النهارده. شكرا أستاذ أحمد سرحان. شكرا. شكرا يا فندم. طبعا يعني التفكير الإيجابي، التفكير الإيجابي من النقط المهمة جدا اللي أنا دايما بحاول أزرعها في نفوس المرضى. فكر صح. يعني الكوباية دي قدامي نصها مليان ونصها فاضي، اقول له فكر في نص كوبايه المليان، نصها مليان في ميه، ما تبصش للنص الفاضي، بص للجزء الايجابي اللي عندك. استاذ احمد بيقول اول اسبوع انا خسيت 400 جرام، فانا رديت عليه قلت له مبروك على الوزن الجديد. ازاي يا دكتور، ده انا كنت فاكر 4 أو 5 كيلو. قلت له لا، ما هو ده وزن جديد، وبعدين حضرتك كنت جاي لي مركبت بالونه ووزنك ثبت، يعني خسيت 10 كيلو وات ايفر الوزن كان قد ايه اللي هو نزله، وبدا يحصل بلاتو، بدا يحصل ثبات وزن، وبالتالي اي تغيير هيطرأ على الوزن هقول له الف الف مبروك على الوزن الجديد، لحد ما بنبدا نعمل تحاليلنا ونبدا نرجع الميزان البيولوجي للجسم علشان نعالج اي خلل موجود في جسمنا. نقطه التفكير الايجابي من النقط المهمه جدا اللي بحاول اخلي الناس تفكر صح. بمعنى يجي لي مريض يقول لي أنا سمعت كلامك وعملت كل حاجة صح، بس 3 أيام سهرت. واحدة تقول لي جوزي بيرجع من الشغل الساعة 2 وحضرت له العشاء يومين،
اقوم اجي النهارده ثابته، واحده تقول لي اكلت والله صباع سمسميه، النهارده واحده بتقول لي والله والله صباع سمسميه قد كده. فالفكره انه اي حاجه غلط ممنوعه هتدخل في برنامج الاكل بتاعنا ده مش هتوقف حرق الدهون بس، او مش هتوقف ازاله الدهون بس، ده هي هتخلي الجسم يكسر السايكل خالص الخاصه بازاله الدهون ويشتغل في حاجه تانية خالص خاصه ببناء الدهون. احنا معانا اتصال تليفوني تاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور خالد، اهلا استاذ محمد. استاذ محمد عبد القوي. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا استاذ محمد حبيبي، وحشني. حضرتك اكتر والله. ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشني. الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله رب العالمين والله. حضرتك طلبت انك تدخل معانا على الهواء علشان تقول ايه بقى؟ ده شيء يشرفني والله. الشرف لينا. سمعني. انا عايزه يعني استكمال للكلام استاذ احمد اللي قاله من شويه، انا عايزه يعني هقول اختصر الكلام شويه. انا بدات اول حاجه مع حضرتك لما جيت اول اسبوع. ما خسيتش خالص. كويس. حضرتك جيت قلت لي يا محمد لو انت مش هتلتزم ما تجينيش تاني. كويس. فقد ايه قد ايه الامانه، قد ايه الامانه في المعامله، قد ايه ان حضرتك مش بيتاجر فينا. لغايه لما ربنا اكرمني الحمد لله وخسيت يعني 12 كيلو وصلت الوزن المثالي بتاعي ما شاء من الله. غير اي تجاره، من غير ما حضرتك حتى تقول لي لازم تخش جيم عندي، وعندي بسم الله ما شاء الله موجود جميع الاجهزه عند حضرتك، من غير تقول لي حتى تخش خد جلسات. تمام. كله طبيعي بسم الله ما شاء الله على حضرتك. كويس. يعني انا بتمنى ان كل واحد في تخصصه يعامل ضميره زي حضرتك، اقسم بالله مصر هتختلف تماما تماما تماما. اشكرك جدا استاذ محمد، ده حضرتك الاحسن والله. بسم الله العظيم دي حقيقه، يا ربنا يحاسبني عليها. الله يكرمك يا رب. متشكر يا استاذ محمد. بتمنى ان شاء الله الرحمن باذن الله انا اتواصل مع حضرتك كمان وكمان لغايه لما حتى لما اوصل وزني المثالي بتاعي، انا ان شاء الله هكمل مع حضرتك عشان عايز انا لغايه لما يتوفاني الله سبحانه وتعالى ابقى ماشي برضه على نظام غذائي مع حضرتك. ربنا يديك الصحه يا رب وطول العمر. لسه بدري، انت شباب يا استاذ محمد، لسه 30 سنه ولا حاجه يا راجل. لسه الحياه حلوه. لك يا رب. انا الحياه حلوه ما شاء الله. وبحب اشكر التيم ورك كله بتاع مدينه نصر بسم الله ما شاء الله عليهم. ألف شكر لذوقك يا أستاذ محمد. الله يحفظك. وأنا كنت سعيد جدا إن حضرتك كنت معانا النهارده على الهواء. الله يحفظك يا فندم، الله يجزيك خير يا رب. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا يا أستاذ محمد، شكرا. كنا بنتكلم في موضوع تحسين الصورة الداخلية، أنت شايف نفسك إيه؟ وأنت شايفة نفسك إيه؟ أنت شايفة نفسك بطة؟ عمرك ما هتنجحي. أنت شايفة نفسك بروتة؟ عمرك ما هتنجحي. أنت شايفة نفسك أحسن من زميلتك؟ هتنجحي. أقوى منها؟ هتنجحي. دايما بقول للستات انت مش ناقصه لا ايد ولا رجل، انت بس بتعرفي تعملي محشي كتير وتقعدي تعملي بيتزا كتير او تجري على التليفون تطلبي اوردر بيتزا على طول جري. ما احنا ما فيش اكل النهارده بقى، ما لحقناش نعمل اكل، كنا في النادي طول النهار، فعايزين بقى ايه جري نلحق نطلب حاجه. فاسهل حاجه للاسف بنطلبها نجري على البيتزا، ناكل البيتزا من هنا وندخل بقى في الدوامه الخاصه بوقف دوره حرق الدهون في جسمنا، وندخل في الدوامة السيئة ونرجع بقى ايه نصوت اخر الاسبوع على الميزان. هم دول جم منين؟ تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل برنامجنا. انا في عيادة دكتور خالد. دكتور خالد من احسن الناس اللي عرفته في حياتي حقيقي، بيديني طاقة ايجابية ناهيك عن اي حاجة تانية، وانا نجحت معاه فعلا ان انا وزني ينزل 130 تقريبا، والنهارده انا داخل على 80. والحمد لله، لا مش 80 سوري، داخل على 90. داخل على 90 سوري. داخل على 90. والموضوع ده فعلا بفضل الله اولا واخيرا ثم خالد. ثم دكتور خالد. دكتور خالد بصراحه يعني هو عامل معايا مجهود كبير جدا وحققت انجاز انا ما كنتش اتخيل ان انا اوصله فعلا يعني. وميرسي جدا ليه ومجهوداته معانا وارشاداته. شكرا لك يا دكتور. شكرا استاذ محمد، ربنا يوفقك يا رب. ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك. شكرا استاذ محمد، مريض ملتزم معانا بفرع الشيخ زايد من النماذج المشرفه جدا استاذ محمد صابر، اللي قدر ان هو يخس وزن كبير جدا الحمد لله رب العالمين، ومن الناس اللي انا كنت ببقى فرحان جدا ان انا بشوفها، واللي يعني عملت مجهود كبير قوي قوي قوي، فانا بشكره ان هو قدر يوصل للوزن والشكل والحياه اللي هو بيطلبها، ودايما بقول الحياه حلوه. دلوقتي بقى معانا تقرير متميز، معانا تقرير عادل بيه.
عادل بيه عصام شرف الدين ده من الأمثلة الناجحة جدا، هو رجل ناجح ومشهور، هو مصور فوتوغرافي ومن الناس اللي أنا بحبها جدا والناس الملتزمة. كان بيتابع معانا هو ومامته مدام عزة، من الناس اللي أنا بحبها جدا برضو وبحترمها جدا وبسلم عليها. عادل بيه بيعمل برنامج على اليوتيوب كده جميل قوي اسمه هناكل ايه مع عادل بيه، فانا برضو عايزكم تتفرجوا على برنامج عادل بيه بيعمل لكم ايه وهتاكلوا ايه، لانه انا نصحته ان هو يعمل وجبات خفيفه كده، وجبات لايت، واتفقنا مع بعض كده على مشروع عربيتين كبده ولا حاجه في الشارع هنعملها بشكل صحي يعني. تعالوا نشوف التقرير بتاع عادل بيه ونرجع نكمل وناخده كمان معانا بعد التقرير على الهواء. لا ما تتلخبطش، اتفضل. انا ابراهيم بيومي، بتابع مع الدكتور خالد. بقالك قد ايه؟ ده بقالي سنه. عظيم. كنت بادئ معانا بوزن قد ايه؟ كنت بادئ ب 188. 188 كيلو من سنه. من سنه، وحاليا دلوقتي 133. مبروك يا ابراهيم على الوزن الجديد. بتحلم توصل لوزن كام؟ يعني الوزن المثالي او على قد ما اقدر انا، بس ان شاء الله نوصل وزن مثالي. عايزك تحكي للناس انت كنت جاي تعبان ازاي؟ كان عندي مشاكل كتير بسبب الغدد، وعندي مشاكل في النفس بسبب الوزن. وحاليا دلوقتي انا افضل كتير مع نزول الوزن ومتابعه الغدد وفيتامين نقص فيتامين د. فحاليا الحمد لله. بتحلم توصل لوزن كام يا ابراهيم؟ والله انا بحاول ان انا اوصل لوزن 70 او حاجه، 70 حاجه و70 كيلو قدامنا كده بالظبط يا ابراهيم. سلام. اهلا بكم مره اخرى. ده كان معانا ابراهيم من فرع المهندسين. ابراهيم من النماذج ما شاء الله رب العالمين، اللي كان بادئ معانا بوزن 189 كيلو جرام ووصل معانا لوزن 132 كيلو جرام. والنهارده حتى على صفحتنا على الفيسبوك احنا بعتنا نجيب ابراهيم، لانه ابراهيم ما كملش، حتى لسه مكلمينه النهارده، ابراهيم انت فين يا ابراهيم؟ فانا بسلم على ابراهيم اهو على الهوا من خلال برنامجي الحياه حلوه، وبقول له ابراهيم انت لسه من 189 كنت داخل على 200 كيلو يا ابراهيم، وصلنا ل 132 في سنه يا سيدي، في سنه ونص. انا ما زهقتش منك يا اخي، انا ما زهقتش، تعالى كمل علشان ان شاء الله تبقى كويس. خلونا بقى نروح نشوف التقرير بتاع عادل بيه وهناكل ايه ونرجع نكمل. معانا الاستاذ عادل على في اتصال. طيب خلينا ندخله على الهواء على ما تجهزوا الفيديو بتاعه. الو، السلام عليكم يا عادل بيه. ازيك؟ ازيك يا دكتور حبيبي، وحشني، عامل ايه؟ انت كمان والله، الحمد لله، ربنا يخليك. سهرناك يا استاذ عادل النهارده، معلش. لا يا باشا، ده شرف ليا، ربنا يكرمك يا رب. انا عملت لك النهارده مقدمه جامده جدا اهو، برنامج عادل بيه وهناكل ايه واليوتيوب ودلعتك. لا احنا كده مسخن الدنيا شويه بقى. طب قول لي بقى على طول، اعمل ده على طول بقى البرنامج بتاعك. ما هو البرنامج كده شكلنا كده هنرجع نظبط الدنيا تانية بقى ونعمل لهم حاجات هيلثي كويسه برضه عشان خاطر الناس ما تزهقش من الموضوع يعني. بس ايه رايك، انت عارف انا ليه قلت كده يا عادل؟ انا قلت كده عشان خاطر عايز اقول للناس انه الحياه بتختلف شويه، عارف؟ الواحد وهو عنده مشكلة بيبقى شايف ان الدنيا كلها سودة قدامه، مش عارف يفكر، مكتئب ومحبط، صح كده؟ انا قصدت اقول كده عشان اقول للناس ان الحياة بتبقى حلوة بعد كده، الحياة بقت وردي، حاجة جامدة جدا بقى. مفيش بقى تقعد في الميكروباص تاخد كرسيين قدام غصب عنك، مفيش بقى تبقى مزنوق في الزحمة عشان خاطر انت وزنك تقيل، فحاسس ان انت الناس كلها بتنظر لك نظرة انت مش زينا، انت مختلف، فبتتعامل معاملة الدبل، ما بتتعاملش معاملة الفرد. كويس. فلما وصلت المرحلة انا بقيت فرد وبتعامل معاملة الفرد، فبقيت انا برضو حاسس بحياة مختلفة. حاسس بنشاط، حاسس بحيوية، بتمشى اكتر، بتحرك اكتر. في ثقة. موضوع الثقة ده بيبقى مهم جدا، انك تبقى ماشي في الشارع كده واثق في نفسك كده وحاسس ان انت يعني. انا طبعا قبل اي حاجة عشان ما اخشش في الموضوع، الفضل بعد ربنا لوالدتي ولحضرتك طبعا. ماما هي طبعا اللي شجعتني، ان انا دي كانت اكبر سبورت ليا ان هي تجيبني عند حضرتك. وانا انت عارف زي ما جيت في اول مره قلت لك ان انا نفسي، بس مش متوقع ان انا هعمل الموضوع ده. وانت قلت لي اللي انت عملته في 11 سنه اكيد مش هيخلص في فتره قليله، لازم نصبر مع بعض شويه. وخد بالك كمان احنا صبرنا عليك كتير يا عادل بيه، يعني كنت بسيبك تزوغ كتير وما بتكلمش، واخد بالك؟ يعني كنت تجي لي مره في الشهر، مره كل شهر ونص،
واقول لك ماشي يلا. ظروف شغلي صح. بقى ف صح استحملتني كتير برضه. اه هي الفكره ايه؟ هي الفكره انه طالما انت ماشي على الخط اللي انا عايزك تمشي عليه فانا سايبك، انا سعيد، لانه في الاخر خالص احنا هنوصل للي احنا بنعمله النهارده، هنوصل احنا بنحتفل بيك النهارده اهو في برنامج على الهوا وبنكرمك وبنقول لك برافو عليك يا عادل بيه انت ممتاز. وقول لي بقى انت كان وزنك كام ووصلت كام بقى عشان الناس تعرف؟ انا كنت 136 كيلو. كويس. الكلام ده كان يوم 16/4 السنه دي 2019. دلوقتي انا بقيت اخر مره 96 كيلو. ما شاء الله، يعني حوالي 37 كيلو. اه وبرده عايز اقول تنبيه ان انا كنت في النص بلخبط ويعني لو كنت التزمت في بالصح بالظبط في الشهر او الشهر ونص اللي انا لخبطت فيهم دول بسبب ظروف الشغل كنت ممكن وصلت للنتيجه اللي انا عايزها. بس انا سعيد ان انا في يعني بتناقش مع حضرتك قبل اي حاجه، بتوعيني بتفهمني بترشدني للحاجه الصح، بسالك على حاجات موجوده في البلد دلوقتي او في انظمه معينه الناس كلها يعني درجه دلوقتي الناس كلها بتتكلم عليها، مش عايز اخش في تفاصيل عشان خاطر بس اكيد حضرتك هتتكلم في حاجه زي كده تعرفني في حاجه زي كده. لا برضو عايزك تتكلم، يعني لما جيت سالتني على الكيتو دايت والحاجات دي قلت لك ايه؟ يعني عايزك برضو توعي الناس لان الناس مش عارفه. كل اللي كان يشوفني ايه ده انت عامل كيتو، انت عامل كيتو، انت عامل، حسيت ان كيتو ده عامل زي القرص اللي كنا بنحطه في بتاعه الناموس واحنا صغيرين، انت كانت علاقتك بالكيتو. فاكتشفت ان هو نظام دايت كويس. فقلت لهم لا يا جماعه هو الكيتو ده مش اي حد يعمله او كده، هو فيه لازم تروح لدكتور تعمل نظام صحي يتناسب مع كميه جسمك واللي جسمك بيحتاجه ايه واللي جسمك مش محتاجه ايه. ما انا ممكن اكل اكله النهارده تخسسني، ممكن اكل نفس الاكله اللي حد تاني تسخنه. فالنهارده الدكتور دي بتبقى وظيفته ان هو بيعرف الميكانيزم بتاع الجسم الانسان ويبتدي يدي لك النظام. فنظام الكيتو الصيام المتقطع كل حاجه بيبقى ليها ظروفها معينه. بالزبط. ظروف معينه بالظبط بتعملها لظروف معينه. بالظبط. لكن مش اي حد يلا انا هعمل كيتو هعمل كيتو، لان الفكره ان فيها اضرار بعد كده صحيه، كوليسترول بقى وكبد، ويعني ربنا يعافينا ويشفينا. قول لي بقى، قول لي بقى القناه بتاعتك اليوتيوب اسمها ايه؟ القناه بتاع هي لسه باسمي اسمها عادل عصوم. يعني مفيش بقى هناكل ايه مع عادل بيه لسه؟ لا ما لو تسيرش على اليوتيوب هيطلع، يعني هناكل ايه مع عادل بيه هيطلع الحلقات موجوده بس لسه ما غيرتش الاسم يعني. طب هقول لك على حاجه جميله بقى على الهوا، ابدا اعمل بقى ايه الشيف عادل ويعمل اكلات كده لايت وكمان نعرضها لك في البرنامج بتاعنا على الهوا، ايه رايك؟ يا باشا ده جول العربيه كمان. والعربيه هتعمل عربيه كبده ولا هتعمل عربيه ايه بس قول لي؟ العربيه هيبقى فيها مشويات. ماشي. تمام. هتبقى على اللي هو الجريل الفحم الكوك عشان برضو يبقى صحي ما يبقاش فيه الرماد بتاع الفحم والحاجات دي برضو. كويس. وكبده وسجق والحاجات وشوربه عدس، يعني هتبقى كل حاجه هعملها بطريقه ان ما فيش الاذى اللي احنا بنشوفه. اكل جميل وفي نفس الوقت لذيذ ومناسب للناس كلها. بس انا قلت لك برضو لازم شويه مقليات كده عشان نضرب كبده مقليه بالزيت والبصل. في يا باشا في الطعميه السوري وفي بطاطس وفي فراخ بانيه محمره وفي كل الحاجات دي، يعني برضو يعني شويه كده وشويه كده عشان خاطر الناس تنبسط. يعني كل ده بس كل ده هيبقى تحت اشراف عزة امي مدام عزة. سلمنا عليها كتير جدا. هي بتسلم عليك كتير جدا ويعني ان شاء الله هتجي لك زياره قريب. انا سعيد جدا بيك يا عادل بيه وسعيد جدا بمشاركتك دي والله. عايز تقول حاجه اخيره قبل ما نختم؟ انا عايز اقول طبعا اول حاجه بشكرك جدا لانك يعني استحملتني وصبرت عليا ان انا اعمل حاجه انا كان نفسي فيها. انا كنت حاطط نفسي في تشالنج وحضرتك ساعدتني فيه جدا ان انا هوصل له، وان شاء الله يعني باذن الله افضل دايما كده صوره مشرفه لحضرتك. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عايز انصح الناس كلها اكيد ممكن تعمل دايت لوحدك النهارده وتبتدي انك تظبط نفسك وتعمل كل حاجه من عينين الاثنين، بس مفيش حد اتعلم وبقى دكتور من غير ما يخش جامعه. مظبوط. تمام. ومفيش حد طلع متعلم الا ما دخل درس، فاللي بيروح لحد يعلمه او يفهمه غير ما بيتعلم من نفسه. فنفس صحيح. الحكايه في الدايت لما تروح للدكتور يوجهك ويعرفك تعمل ايه، فبالتالي هتقدر تمشي وتنظم حياتك صح اكتر. صحيح. لان انا كان عندي مشكله واكيد كلنا بنقابلها، كلمه هناكل ايه دي كلمه بنسال بيها كل يوم، بنسال بعض يا جماعه هناكل ايه. الدكتور النهارده بيديني نظام غذائي بمشي عليه يوميا. فانا عارف انا هاكل ايه. دي ميزه في حد ذاتها. طب وانت خلاص قررت تسمي المشروع هناكل ايه ولا يعني؟ اهو خلاص المشروع بقى هناكل ايه. يلا يعني اول دعايه على الهوا اهوت يا استاذ عادل، مطعم هناكل ايه؟ المطعم خلاص يبقى اسمه هناكل ايه. بس ليه 10% بقى من الاسهم ان شاء الله يا باشا؟ 50% كله بتاعك. بشكرك جدا، بشكرك جدا يا استاذ عادل وانا سعيد جدا ان كنت معانا في مداخله في برنامجنا الحياه حلو.
أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نكمل فقرات برنامج الحياة حلوة. أنا أحمد نبيل، مساعد دكتور خالد مركز حياة كلينكس. ده جهاز اسمه كرايو ماركة كول ماكس. كول ماكس ده من الأجهزة المشهورة جدا في السوق، واخد جودة شهادة الجودة الايزو. الجهاز ده احنا بنستخدمه احد وسائل النحت الموضعي زيه زي الكابيتيشن والميزو، بس هو احدث حاجة موجودة دلوقتي. الجهاز ده باختصار انت بتجمد الخلايا الدهنية في المنطقة اللي فيها دهون بكثافة، بتنزلها عن طريق الايه الفريزنج. درجة الفريزنج دي بتوصل لسالب 10 تحت الصفر. ليه بتوصل سالب 10 تحت الصفر؟ لان الخلايا الدهنية لما توصل درجة البرودة دي الخلايا حجمها بيقل، فبتسهل ان انت تفتتها بدون ما نتعرض لبقيه الانسجه وتاثر على الدوره الدمويه. الجهاز ده الجلسات بتاعته بتتعمل بنظام مره واحده كل 3 اسابيع او مره كل شهر. ليه المسافه دي بتبقى كده؟ عشان نطبق نظريه حاجه اسمها الايس شوك. الايس شوك دي اللي هي انت بتعمل الجلسه بتعرض الخلايا الدهنيه لدرجه بروده معينه، فبعد فتره بتعمل ادابتيشن او تكيف، فانت بتخليها تنسى درجه البروده اللي انت عرضتها لها عشان تعرف تخلص عليها نهائيا. فالمسافه المناسبه بين كل جلسه وجلسه تبقى 3 اسابيع او شهر بالكثير. جهاز الكرايو النتائج بتاعته ملحوظه جدا وهايله، لدرجه ان هو الجلسه الواحده اللي احنا المنطقه اللي احنا شغالين فيها بتنزل من حيطه المنطقه اللي احنا شغالين فيها من 2 ل 6 سنتي من كل جلسه وجلسه، وممكن تبقى اكتر من كده بس احنا بنقول المتوسط. الجهاز اسمه كاربوكسي. كاربوكسي عباره عن CO2 ثاني اكسيد الكربون، احنا بنحرق ثاني اكسيد الكربون عشان نزود الانكريز بلاد سبلاي اللي رايح للاريا، نزود الانبيد الدموي. الإمداد الدموي لما بيزيد بيزود النيوتريشن التغذية، بيزود الأكسجين، بيعالج المكان على حسب المشكلة ايه، سواء مثلا هالات سودة تحت العين بيبقى سببها مثلا نقص في الإمداد الدموي أو نقص في الأكسجين. CO2 مش طبيعي يبقى موجود في أي مكان في الجسم غير في الرئة نسبة 3%، فالمفروض إن ده ألم بينشط كل الامداد الدموي اللي رايح في الجسم ان هو يشوف ايه المشكله او ليه هنا في CO2 فبيعالج المشكله. احنا بنوصل الجهاز بسن ابره انسولين بندخل بيها على حسب احنا هنعالج ايه، يعني مثلا لو انا عندي ستريتش ماركس بدخل برد للجلد موازيه للجلد على مستوى طبقه الابيدورس او طبقه الجلد بضغط الجهاز بيطلع CO2 على حسب الكميه اللي احنا محددينها. بس لو دخلت بالفينيكولر كده بعمل لايبولوسيس بحرق الفات سيلز اللي انا داخل بيها، بدخل 90 90 ديجري دي بيحرق الفات سيلز الموجوده في المكان الخلايا الدهنيه فبيخس على حسب بقى. لو هحيل مثلا هلاقي لو هزود لو عايز ازود الامداد الدموي في الشعر عندي مشاكل تساقط شعر او حاجه هو الكربوكسي بيعالج مشاكل كتير. انا الدكتوره مريم حسني في مركز الحياه مركز دكتور خالد يوسف. انا اصلا بنتكلم عن الدايت او مركز الحياه عامه، التغذيه عامه تقوم على الدايت. الدايت يعني اسلوب حياه، يعني مش انه مثلا واحد يعمل دايت يخس 10 12 كيلو مثلا وبعد ما يوقف دايت يرجع يتخن تاني. فكره الدايت ان هو بيظبط الاكل فور ايفر يعني مدى الحياه، فبالتالي الواحد هيفضل ماشي على الاسلوب ده طول عمره. مش معنى مثلا الدايت ان الواحد هيعيش في حرمان، لا، الفكره ان هو بيظبط اكله فور الحاجات الصحيه اللي الجسم بيحتاجها. احنا بنحب مثلا ناكل ونلخبط، بس الكلام ده مثلا بنظام، مثلا الواحد مثلا في اسبوع يلخبط مره مرتين بس يمشي بقيه الاسبوع على نظام اللي هو ما يتخنش تاني او ما يرجعش الوزن اللي هو كان فيه قبل كده. اهلا بيكم مره اخرى بعد الفاصل. شكرا للزملاء بكل الفروع، دكتور احمد نبيل، دكتوره مريم حسني، دكتوره ميرنا ممدوح. كنت سعيد جدا بالمكالمه بتاعت الاستاذ عادل، ودي كانت انسب مكالمه النهارده بعد مكالمه الاستاذ احمد سرحان والاستاذ محمد عبد القوي، انه دايما الالم بعديه بيبقى امل،
بعديه بيبقى أمل، لأن الأمل لسه موجود، والأمل بيبقى بعديه تفكير وشغل وإنتاج واقتصاد. الواحد بيبقى عطلان، الإنسان بيبقى تفكيره مشلول، شايف صورة سودة. أنا بشرح للناس اللي قدامنا دلوقتي إنه اللي أنت فيه دلوقتي ده مؤقت، وده قرارك أنت أو قرارك أنتي. عايزة تكملي كده كملي، 120 140 160 170 كيلو هتلاقي الكيرف طالع. عايزة تقفي فورا وتبدأي تتعالجي وتقرري، يبقى هتاخدي خطوة إن شاء الله وتبدأي العلاج. الصورة الداخلية اللي كنا بنتكلم عليها الانترنال ايمج دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، إن كل واحد لازم يبقى شايف نفسه حاجة حلوة قوي. ربنا خلقنا في أحسن تقويم، إحنا اللي بنسوق صورة نفسنا، إحنا اللي بنضعف قدام الأكل. دايما أنا بقول للناس في فكرة البرين مانجمنت، إيه الحاجة اللي بتضعفي قدامها جدا؟ تقول لي البيتزا، أنا بموت في البيتزا. طيب البيتزا بتحبها ليه؟ عشان بتحسسني بالسعادة. فأقول لها طب لو عرفت إن البيتزا دي كلها دي أبيض وحاجات مش كويسة، وهي اللي عاملة لك سمنة الأرداف دي أو سمنة الفخذين دي، أو هي اللي عاملة لك التشوهات اللي موجودة اللي أنت جاية تعالجيها دي ومش عارفين ننزلها بقالنا شهر ونص شهرين، لو عرفت ان هي السبب في ده تقول لي برضو بحبها. فاقول لها اعملي تمرين بسيط جدا تنبهي بيه العقل. احنا ربطنا الاكل اللي بنحب طعمه والتيكاوي زي البيتزا مثلا، ربطناه بالسعاده، بلينك السعاده او رابط السعاده. فاقول للمريض بتاعي لما تيجي تضعف قدام البيتزا مثلا كمثل، اخبط خبطتين ثلاثه على المكان اللي مضايقك في جسمك. انت اخبطي على رجليكي، انت اخبطي على الجزء اللي فيه دفوده تلات أربع مرات، اخبطي تلات أربع مرات لحد ما تنبهي عقلك ومخك إنه ده مرتبط بالألم. أقول تاني، إنه المكان ده مرتبط بالبيتزا دي، فده يعني ألم مش يعني سعادة. لو كررنا التمرين ده على أماكن مختلفة بقى، على البطن اللي عنده كرشه ده قدامه نص متر ومتضايق منها وعايز يعمل التمرين ده، يعمله على منطقة البطن. اللي عندها مكان تاني مضايقها في جسمها برضو تعمل التمرين ده. فكده احنا بنصحح الروابط اللي موجودة داخل جسم الانسان، بنرجع كل الروابط لمكانها السليم. احنا معانا اتصال تليفوني. الو، اتفضل. الو، اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ازيك يا دكتور خالد؟ اهلا دكتور عادل، ازيك؟ يا اهلا وسهلا، على السلامة. الله يسلمك يا فندم، نورت الشاشة. الله يكرمك يا فندم، ربنا يخليك. ايه ايام زمان، ربنا يكرمك يا رب. كتير ما شفناش حد بيتكلم بجد ازاي نخس بجد بجد بما يرضي الله بدون ضرر ولا ضرارة. لا حباية ونخس زي ما بدون ما نحس، ولا عاهة مستديمة بالمعدة ولا عاهة مستديمة في الامعاء. وبدون ضرر ولا ضرارة. تمام. انا عايزك تكمل وتظهر اكتر. عايزين يرجع الجيل الجميل دوت، لان الميديا دلوقتي بقت شغالة على حبوب اللي هو سد النفس وتقعدي وقلقي تخسي، او ان احنا ندبس المعدة وقال ايه هتخسي. طبعا محدش بيقول انك هترجعي تاني اكتر مما كنت بتخسي. انا بشكرك جدا يا دكتور عادل على كلام حضرتك الجميل. انا سعيد برؤيتك، ويا رب الصحة والجمال طبعا معروفة طول عمرها بالدكاترة النوابغ بتوعها. ربنا يخليك يا فندم، واتمنى تستمروا في البرنامج دوت وبشكل جيد يعني. شكرا جدا دكتور عادل، شكرا جدا يا فندم، وشكر جدا لمشاركه حضرتك معانا، الف شكر يا فندم. هو دكتور عادل طبعا يعني اثار نقطه مهمه جدا، النقطه دي مرتبطه بالشغل التجاري اللي ما احبش يعني اتكلم فيه، ما احبش اهاجم حد، لكن هو دايما دايما الجهل هو السبب. يعني احنا لما بنسيب مساحة كبيرة للنصابين يشتغلوا بدون اساس علمي يبقى احنا السبب.
احنا اللي قصرنا وعشان كده انا رجعت تاني. ولكن انا ما بحبش اهاجم حد، ما بحبش اقول الحبايه، ما بحبش اقول الكيس، ما بحبش اعمل اعلان لحاجه، ولكن لازم ناخد معلوماتنا من مصادر موثوقه جدا، زي ما كان دكتور عادل معانا في المكالمه اللي فاتت وبيقول. فانا دلوقتي المفروض انا محتاج امشي في طريق هيوصلني للهدف اللي انا عايزه، فما اروحش لطريق تاني. زي ما بنشوف نروح لمختص، نروح لحد دارس، نروح لحد عنده اسلوب علمي، نشوف قصص نجاح الناس دي. بحترم دايما المريض اللي جاي من طرف مريض تاني. انا شفت قصة نجاح لايف، فانا لما شفتها اتحركت وبناء عليه رحت للدكتور ده، ما انا شايف شغله. ودايما بقول للناس انه شعارنا الحكاية نتيجة، الحكاية بتبقى نتيجة. فانا بقول لكل الناس لو سمحتوا بلاش نجري ورا اعلانات الفيسبوك واعلانات الميديا والادوية، لان في ناس بتموت، اقسم بالله العظيم، والله في ناس بتموت، والله في ناس بتاخد دواء بتموت، بتموت تماما. يعني في اسر ما لسه المرحوم هيثم احمد زكي ابن الممثل هيثم احمد زكي ما هو ميت بسبب حاجه زي كده، جيم ومش جيم وحاجات زي كده. فاحنا يعني مش عايزين نسيب اولادنا فريسه لصلاه الجيم، مش عايزين نسيب نفسنا فريسه لاعلانات الادويه المضروبه. مش يعني كل الادويه اللي بتسد النفس اللي موجوده في مصر دلوقتي، اللي تقريبا يعني كلها مكتوب عليها هيربل ومكتوب عليها اعشاب طبيعيه، هي فيها مادتين الاثنين محرمين دوليا، يا اما السيبوترامين هيدروكلورايد اللي بتاثر على الجهاز العصبي وممكن تموت البني ادم فعلا، يا اما ماده الرادكتيل، والمادتين دول اخطر من بعض على صحه الانسان. فانا نبهت وقلت اللي عندي. اخيرا قبل ما نختم عايز اشكر كل الناس اللي سهرناهم النهارده واتفرجوا معانا على البرنامج بتاعنا، واشكر كل مرضايا اللي اهتموا وكلمونا النهارده في البرنامج، واللي وافقوا ان هم يظهروا معانا بصورهم علشان يشجعوا الناس ان هي تعرف ان لسه في امل. ودايما انا بعرض قصص النجاح دي عشان اقول للناس ان لسه في امل، واقول للناس ان الحياه حلوه والحياه جميله، ولسه ان شاء الله اللي جاي احسن واحسن واحسن، بس نتفائل وناخد خطوه. ودايما افتكروا ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان شاء الله التقيكم الاسبوع اللي جاي يوم الخميس الجاي في نفس ميعادنا الاسبوعي الساعه 11 على شاشة الصحة والجمال. دمتم في صحة وسعادة، وبشكر كل فريق البرنامج من المصورين والمعدين ومخرجنا الجميل والمونتيرة الجميلة أنا بحبها جدا اللي تعبت معنا النهاردة جدا، وبشكر كمان عمر خالد اللي تعب معايا جدا في تجميع الفيديوهات والصور الجميلة شفتها النهاردة. إلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم. شكرا.